جبت لك الاربع حلل زي ما طلبت بجد. اسكتي يا زاد، حماتي مفكراني بضحك عليها كل شويه تقول لي يا اختي فين الحله اللي قلتي عليها اللي بتسوي الفرخه في ربع ساعه. عايزه اتنين كمان، واحده لام رشا وواحده لام رندا. جيراني لما قلت لهم ما صدقوش نفسهم، دول ب20 زي ما اتفقنا. طبعا. والتانيين يا زاد زيهم؟ لا هديهم لك ب15. ان شاء الله يخليكي. مش هخسرك بس بقول لك ايه، مش هجيب سيره لحد، بس هنحسب كله على 15. خدي بقى بقيت فلوسك اهي. اتفضلي يا ست هاني، اتفضلي الحله بتاعتك، انا عايزه فلوس. ايه ده ليه؟ يا عواطف اول ما جيت احط الفيشه راحت هبه في وشي، بقى اعمل زي وش جمالات زايد في فيلم تصر طاقيه لخفه في اخر مشهد. يا خراشي، ده تاري ب15 جنيه وما تجيبيش سيره لحد. هغيرها لك. اديها لك ب15. بقول لك ايه، انا الفاتحه عندي يا حبيبتي ليله الاصل، وانت عارفاني انا واطشه ماليش لا عزيز ولا غالي، بيني وبينك الاسم. فلوسي يا حبيبتي. بس ما تقولوش لحد. ده انت سرك في ميكروفون عيل، ده المبنى كله بكره هيعرف. بتضحكي علينا يا زاد واحنا زملاء واكلين عيش وملح مع بعض يا زاد. ايه شكلكوا جاي لنا بخبر اسود؟ في ايه؟ حد فيك فاضي؟ معانا خبر زي الزفت على الصبح. ايه هو؟ الكنيسة اعلن القدس عاصمة لاسرائيل، وانت بتلعبي في الحلل يا عواطف. الله، جرى ايه يا سيمونيل؟ انت شايفني يا اخويا جلدمائيل قدامك ولا مش شايف ديان؟ انت كل نصيبة تلبسها العواطف. تعالي يا منترة الحلل اتفضلي نشتغل مش في الزفت حاجة. ده مش عامل حاجة. احسن برضو يا اختي، ده انتوا دخلتكوا علينا سودا. يا زفت رايحة فين يا بنت؟ ما بقتش عارفة بعيط على ايه، على القدس اللي راحت ولا على مشروع الحلل اللي باظ ولا على البنات اللي رميهم للنار عند الجيران ولا على نفسي ولا على ايه ولا ايه ولا ايه؟